أحد الأخوة يسأل يقول: ماذا في الأذان والإقامة في أذن الطفل عند بلوغه 7 أيام؟ ما فائدة ذلك؟ ورد في بعض الأحاديث أنه يؤذن في اليمنى ويقام في اليسرى، وفي أسندها بعض الضعف، ولكنه من عمل المسلمين، فعل ذلك فلا بأس، ومن ترك فلا بأس. يؤذن في اليمنى ويقام في اليسرى والسابع ويسميه، هذا مستحب عند جمع من العلم. وجاء في حديث رواه الترمذي وصححه ان الرسول كان يؤذن في اذن الصبي الجنة، وجاء في حديث اخر انه كان يقيم في اليسرى، وكان عمر بن عبد العزيز من اهل العلم ينفع يفعلون هذا الشيء، فازدرج عليه نوع من المسلمين، ومن ترك هذا فلا باس. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ابنه ابراهيم لما ولد ولم يذكر انه اذن في اذن الجنة واقام بها، فهذا يدل على التوسعه. ومن فعل ذلك فلا بأس، فقد أحسن، ومن ترك ذلك فلا بأس.